الحديث إذن مشاهدينا الكرام عن استمرار اعتصام أنصار التيار الصدري في مجلس النواب وردود فعل الإطار التنسيقي أيضا وكلمة الصدر الأخيرة في ظل إخفاق واضح للوساطة الإيرانية بينهما. معنا عبر سكايب من عمان أستاذ الإعلام في جامعة الخوارزمية دكتور أستاذ دكتور عبد الرزاق دليمي، مرحبا بكم أستاذ عبد الرزاق معنا. أهلا وسهلا. وأيضا نرحب بضيفنا عبر سكايب أيضا من إسطنبول كاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، مرحبا بك سابها معنا أيضا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور عبد الرزاق. إذا يعني زعيم التيار الصدري الآن في مقتضى الصدر في أثناء خطابه الذي المتلفز الذي استمعتم إليه قال يعني لا فائدة ترجى من هذا الحوار مع من نقض العهود، هكذا قال في إشارة طبعا إلى قوى الإطار التنسيقي الموالي لإيران، ثم قال إنه لا يريد يعني أن يبدأ بإراقة الدماء لكن الإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية، هكذا قال. هل رأيك برأيك الدكتور عبد الرزاق هذه توطئة لصدام مسلح يمكن أن يحدث في نستشفها من خلال خطاب الصدر؟ شكرا على الاستضافة، تحياتي لك وللجمهور الكريم والضيف الآخر من إسطنبول. حقيقة موضوع الصدر وخطاباته ومواقفه هي موضوع يعني يثير الجدل وأيضا يثير التساؤلات الكثيرة. هذا الرجل ماذا يريد ولماذا يعني يتقلب بهذه المواقف؟ حقيقة الصدر يعني بشكل مختصر هو الرجل يريد أن يهيمن على الجزء الأكبر من الكعكة في العراق من ناحية سياسية من ناحية اقتصادية، ويكون هو الموجه الأول. هو الرجل ليس ضد العملية السياسية وإنما هو جزء حساس وفعال منها منذ احتلال العراق في 2003. أنا بتقديري ليس من السهولة الجزم أن هناك احتمال لصدام عسكري أو إراقة دماء بين الطرفين. حقيقة هما وجهان لعملة واحدة والحقيقة واحدة. الطرفين طبعاً يعملون من أجل خدمة مصالحهم الذاتية وأيضاً التوافق مع ما تريده إيران كنظام سياسي، نظام سياسي متطرف. وأرى أنه مقتدى الصدر والطرف الثاني جماعة المالكي والعامري والخزعلي أيضا هم متوافقين بهذا الاتجاه. حقيقة هو اختلاف كله عبارة عن يعني خلافات جزئية على تقسيم المكاسب من العراق. وأعتقد أن الصدر يعني كما في المرات السابقة لن يصمد على هذا الموقف، وسرعان ما سنجد أنه يغير موقفه خلال فترة قريبة القادمة. بعدين إيران حقيقة لن تسمح يعني تدهور أوضاع في العلاقات بين حلفائها والأطراف التي لا تزال إيران يعني مسيطرة على الوضع وعلى هذه الأحزاب التي أنشأتها. شوف، إيران تعتبر العراق جزء من يعني الحديقة التركية لنظام الملالي في إيران. هاي أولا. اثنين، إيران الآن المتنفس الاقتصادي والسياسي بالنسبة إلى وضعها المتأزم اقتصاديا وماليا هو العراق، ولذلك ليس من السهولة على النظام في إيران أن يفرط خصوصا في هذه المرحلة. يعني أكو حقيقة عوامل أخرى قد لا يعني لا تظهر أمام المتابع، وهي موضوع إنه هناك مباحثات بين نظام إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. وإيران كما تزعم كما تدعي وكما يعني تشير بعض المصادر أنها تمكنت من وصول إلى الحلقة الأخيرة من صناعة قنبلة نووية. طبعا هذا الموضوع يعطيها أرجحية، يعطيها أيضا يعني قوة أخرى، دافع آخر أن تتمسك في العراق. المسألة الثانية، هناك بوادر يعني تلوح في الأفق من تقارب بين النظام السعودي والنظام في طهران. هذه حقيقة كلها لا يمكن أن تحدث إلا خلال توفير بيئة
هادئة مستقرة بعض الشيء في العراق. ولذلك إيران، يعني أنا لا أتفق مع الإخوان اللي قالوا أنه زيارة قاني فشلت. حقيقة قاني عندما يأتي حتى قبل المجرم سليماني كانوا يجون حقيقة يبلغون، يعني ينطون أوامر وهذه الأوامر يجب أن تنفذ. هم لا يناقشون لا يحاورون، هم يعطون أوامر والآخرين عليهم أن ينفذوا هذه الأوامر. أحيانا لا ينفذوها بالطريقة يعني التي تعطى عليهم، ولكن ربما يتحايلون على التنفيذ يمينا أو شمالا، وبالنتيجة طبعا تتحقق اضطراب إيران في العراق. طيب أيضا أستاذ بهاء خليل كاتب والصحفي العراقي، نرحب بك مجددا معنا. يعني الصدر دعا الرأي العام الآن إلى استغلال وجوده لإنهاء الفساد، وهكذا قال، وإزاحة الوجوه القديمة عن السلطة بالطرق السلمية. ولكن ألم يكن الصدر يعني موجودا في أثناء التظاهرات السابقة في السنوات الماضية؟ يعني هل الأمر اختلف؟ لماذا لم يشارك الصدر كما يقول الآن ويطالب بإزالة هذه الوجوه وتغيير السلطة الآن؟ حياتي لحضرتك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. بالحقيقة المحاولات الآن اللي يقوم بها الصدر من خلال الدعوة إلى الجماهير العراقية لمساندة ما يقوم به من احتجاجات واعتصامات داخل البرلمان بهدف القضاء على الفاسدين كما أسماهم، هي محاولة لشرعنة الموقف بصورة أكبر، ليبين للمجتمع الدولي بأنها رفضت الشعب العراقي بأكمله واعترافه بوجود الفاسدين. ومن داخل التيار الصدري في الكلام اليوم هو اعترف بأنه هناك فاسدين من التيار الصدري، لكن هو وضح بأنه تبرأت من الفاسدين وحاسبتهم، فخرج علي من قال أنك تحاسب خارج القانون، قدمتهم للقضاء فبرأهم. هو هنا ذكر مجموعة من الأمور اللي كل الشعب العراقي يعرفها حاليا بالنسبة لسيطرة الميليشيات على القضاء وتبرئة من تريد وإدانة من تريد حتى وإن كان بريئا. وأيضا أشار إلى عجزه عن السيطرة على التيار في تلك الفترة السابقة قبل أن تبدأ الميليشيات بالانشقاق عن ميليشيا جيش المهدي عام 2007 5 و6 و7. هذه الحالة الآن اللي مرت قد يكون هو وصل إلى مرحلة، وخصوصا بعد موضوع التسريبات، رأى بأنه هنالك رغبة إيرانية في التخلص من المقتبس. لذلك موضوع التسريبات كشف هذا الأمر، وأصبح يذكر موضوع التسريبات ويذكر محاولة القتل التي ذكرها المالكي بالتسريبات بأكثر من تغريدة وبكلامه أيضا اليوم، وأيضا عتب على باقي قوى الإدارة السياسية التي طالبها بإدانة التسريبات، وكان يقصد هنا هذا العامل، لأنه هو طالب من هذا العامل التبرأ من تسريبات المالكي وأيضا الانسحاب من الإدارة في تغريدة سابقة من حساب صالح حمد العراقي. الأمر الآن بأكمله يعني محاولة مثل ما قال الدكتور الرزاق أنه الهيمنة أكبر بصورة أكبر على الوضع في العراق. يجب يعني هو يرى أنه القضاء على خصومه الآن هي هذه الفرصة الموالية له للقضاء على خصومه، والآن طالت يعني ملامح الصراع تتسع. وما ذكر اليوم حقيقة صعب جدا تحقيقه، يعني من الناحية الدستورية هو قال ثورة دستورية، لكن دستوريا لا يوجد هناك في الدستور العراقي ما يشير إلى إمكانية أن يحل البرلمان نفسه والذهاب إلى انتخابات مبكرة، لأن البرلمان الحالي بعد انسحاب التيار الصدري هم صار الإطار هم الأغلبية داخل البرلمان. ماكو واحد تجي تقول له تعال أريد أحاسبك حل مجلس النواب حتى أحاسب، هذا شيء مو منطقي يعني إطلاقا. من هنا أستاذ عبد الرزاق، يعني الصدر ختم كلمته بدعوة أنصاره إلى الاستمرار في هذا الاعتصام سواء يعني داخل مجلس النواب أم في محيطه حتى تحقيق المطالب. إذن كيف يمكن أن تتطور يعني الأمور في الأيام المقبلة؟ هل نحن باتجاه تهزيم أكثر لهذه الأزمة؟ أنا كتبت قبل الانتخابات قبل الشهر العاشر الماضي أنه الحكومة لن تتشكل
والكاظمي باقي إلى أجل غير مسمى. الحقيقة هناك يعني خطط تتعرض جنابك، هناك أشياء يعني يخطط لها في الداخل، هناك خطط يعني توضع من قبل قوى خارجية. أنا تقديري الملف العراقي الآن الجزء المهم منه بيد MI6 المخابرات البريطانية الخارجية، ومثل ما معروف المخابرات البريطانية الداخلية أو الخارجية MI6 يشتغلون بطريقة هادئة وبطريقة يعني بطيئة جدا. هم الحقيقة هناك مشروع لإعادة إنتاج الوضع بالعراق بطريقة مختلفة. أنا يعني عندي شبه يقين أن مقتدى الصدر يعني تجي إيحاءات أو تجي تعليمات أو تجي معلومات عن طريق ابن عمه جعفر الصدر، وأعتقد هو الرابط يعني أو ضابط الضباط بين مقتدى الصدر وما يقوم به وبين ما تريده القوى الخارجية وتحديدا بريطانيا. ويمكن هذا الموضوع اللي أشار له الأخ اسمه هذا المحامي الشيخ، ما أعرف اسمه الشيخ محمد أي، فهو حقيقة أقول هناك يعني عملية ستبقى متأزمة لحين تهيئة المناخ لوضع آخر. أنا بتقديري الآن فرصة كبيرة بالنسبة إلى القوى الوطنية ولثوار تشرين ولكل من يريد عراق يعني مستقر، عراق متطور متقدم، فرصة كبيرة الآن أن تتوحد جهود القوى المناهضة للعملية السياسية، ولأنه إذا تترك الملعب الآن وحده لجماعة مقتدى الصدر وجماعة إطار اللي هم حقيقة يشكلون جزئية بسيطة من الشعب العراقي، في حين الشعب كله يعني أكثر من 90% من الشعب العراقي حقيقة هو يرفض الوضع الحالي، العملية السياسية يرفض كل هذه السياسات اللي الآن يعني نشوف نتائجها الوخيمة على الشعب. المشكلة الأساسية الآن أنه الأطراف التي تتصارع لا علاقة لها بالشعب، ولا الشعب من ضمن حساباتهم، ولا مصلحة الشعب ولا مصلحة العراق. يعني الصراع كله عبارة عن احتدام في المصالح والمكاسب وفي الغنائم التي يفكرون في الحصول عليها في المرحلة السابقة. ولذلك أقول أننا أمام فرصة تاريخية ذهبية للشعب العراقي أن يتوحد بشكل منظم ويستطيع أن يزيح كل هذه الطبقة الفاسدة أيا كان نوعها وشكلها وخلفيتها. طيب أستاذ بهاء، على ضوء بيانات السفراء أيضا والبعثة الأممية التي تؤكد على ضرورة الحوار السلمي وأن احترام الخصوم واحترام السياقات الدستورية وما إلى ذلك، هل تتوقع أن يعني تنتهي هذه الأزمة بالتراضي بين الطرفين وفق هذه الضغوط الإقليمية أو الدولية؟ لا، بالحقيقة هذه الأزمة لن تستطيع لا القوى الدولية ولا السفراء ولا الأمم المتحدة أن تقف بوجه هذه القوى الآن الميليشياوية التي تتقاتل فيما بينها. القوى هذه الدولية أو الفواعل الدولية يحاولون إبقاء الوضع هادئ في العراق، لأنه يعني نشوف أي خلافات أو حرب أهلية داخل العراق سيؤثر على إمدادات النفط العالمية بجميع أشكالها، سواء من ناحية إمدادات النفط في الخليج العربي أو من ناحية تصدير العراق للنفط وكثير من الأمور التي قد تزيد من الأزمة الحالية في موضوع الغاز، خصوصاً يوم أمس تم إيقاف ضخ الغاز الروسي على النورد ستريم 1 بهدف الصيانة، وأيضاً هذا سيشكل ضغط على أوروبا وباقي دول القارة العجوز من أجل يعني موضوع الغاز. الدول الآن بحاجة إلى أن يهدئ الوضع في جميع المناطق هذه اللي تمتلك النفط، يعني هذه الدول منتجة للنفط. حتى طول بال الإدارة الأمريكية من ناحية التعامل مع إيران تغير بعد الحرب الأوكرانية، وبدأت أمريكا من يعني موضوع الضغط يعني على إيران بصورة كبيرة وتهديدها بالانسحاب مرة أخرى من الملف النووي أو العودة إلى يعني الاتفاق إلى اتفاق عام 2015، أيضا رفضت الشروط الإيرانية من حيث رفع
الحرس الثوري من قوام الإرهاب وموضوع التعويضات، يعني كل هذه الأمور ضبطها، لكن الوضع الآن تغير. احنا سمعنا قبل 3 أشهر أنه إيران على بعد يعني 6 أشهر أو أقل من وصول مرحلة الهروب النووي، لذلك الآن يعني تشوف اكو هدوء بالتعامل. غدا هنالك جولة مفاوضات مباشرة في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران من أجل كل هذا، من أجل الغاز الإيراني ومن أجل النفط الإيراني، يخفض الأسعار وخفض مستوى التضخم الموجود حاليا في الولايات المتحدة، ويؤثر بصورة مباشرة على ردود فعل الشعب الأمريكي في من خلال انتخابات التجديد النصفي اللي ستجري في نوفمبر بعد 3 أشهر. هذا يعني كل هذه يعني أمور تحتم على أمريكا والغرب بصورة أو بأخرى أن يبدؤون الوضع في العراق قدر الإمكان لعدم إشعال صراع جديد قد يؤثر على إمدادات النفط في إلى دولنا. نعم استاذ، هذا ما يسمح به الوقت. اذا شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، واشكر ايضا ضيفنا من عبر سكايب الاستاذ عبد الرزاق الدليمي، شكرا جزيلا لكما.